أعزائي المشاهدين، الفترة المسائية هناك الشوط التاسع ينطلق ومخصص للحول محليات الأصايل والستة كيلومترات، وعلى المقدمة والصدارة هناك السرمدية سمو الشيخ انهيان بن ذياب بن سيف آل انهيان الصادق فضل الأمين، من يتابع هناك السرمدية وينطابع أيضا هناك انطلاقة هذا الشعار. تابع المركز الثاني وثاني المراكز هملولة هناك سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد الغاسمي، أيضا هناك عملية تضميرها وتدريب هملولة سهيل بن سالم بن سهيل العامري. المركز الثالث والدخول هناك أيضا أرى شعار هجن الرياسة، الشعار الأحمر شعار الخطر، هناك من يتدخل على المركز الثالث ويشكل الكوكبة الثلاثية في هذه اللحظات. يا سلام تبارك الله مع الوثبة وفي ميدان الوثبة تبارك الله المملوكة لهجن الرياسة، وهناك أيضا ظافر ظافر أيضا المضمرين، من يتابع هذا الشعار انتقل مباشرة مع المركز الرابع. ورابع المراكز هناك حشيمة وفي موقع الحشمة سمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم سلطان بن سيف المغبالي. على المركز الرابع انتقل إلى المركز الخامس هناك غزلان من تاتي رياسي 100% الناموس رياسي، ولكن يفترقون المضمرين العمالقة في موقع واحد. الله الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله، غزلان 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 من تاتي وتنضم على المركز الأول. سلامي عليك المميز، أسعد الله مساك بكل كلمات الحب والتقدير هنا لهذا الشعار، لهذا الشعار المميز. سلام يا الرياسة سلام، سلام لهذا الشعار سلام، ومن ثم سلام يا المميز على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني لحظات وصول وعبور الوثبة هجن الرياسة علي ميمين الوهيبي. المركز الثالث كان من نصيب الوثبة المملوكة هجن الرياسة راشد بن محمد بن سلمى المنصوري. رابعا كان من نصيب السرمدية سمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان صديق فضل الأمين. المركز الخامس وخامس المراكز الماسية المملوكة هجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي. هكذا النداء للمراكز الخمسة الأوائل المتقدمة. أعزائي المشاهدين نعود هنا أعزائي المشاهدين مع عدسات الكاميرا، وهناك أيضا سيدة القنوات الذي تتابع هنا التوقيت الزمني وهذه لحظات وصولها وعبورها نحو خط النهاية. غزلان هناك أعزائي المشاهدين مملوكة لهجن الرياسة، مشكور هنا أعزائي المشاهدين على هذا التدريب والتنظيم وهذه الانطلاقة. أيضا هناك مبارك بن حمد مايد الخيلي قاطعة الستة كيلومترات في زمن وقدر أعزائي المشاهدين 9:54 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا أيضا للمميز. لحظات الوصول والعبور المركز الثاني أيضا كان نصيب الوثبة المملوكة هجن الرياسة ظافر ظافر المضمرين، أيضا هناك 9:54 تسع أجزاء من الثانية. المركز الثالث لحظات وصول الوثبة وعبورها إلى خط النهاية هجن الرياسة، أيضا هناك أبو ذياب حاضر قلبا وقالبا مع المراكز الثلاث الأوائل. هناك أعزائي المشاهدين عشر هناك أعزائي المشاهدين عشر ثانية وفاء وتماما هنا أعزائي المشاهدين 10 دقائق ثانية وفاء وتماما.